بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. زمايلي الأعزاء من طلبة سنة خمسة، إن شاء الله هبدأ أسجل معاكم النهاردة المحاضرة بتاعتي. أنا دكتور أحمد عبد الحكيم، مدرس السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة. المفروض إن أنا هديكم محاضرة عن الهايبو باراثايروديزم أند الهايبو كالسيم، شوية عن الكالسيوم هوميوستيزيس. معروف ان النورمال سيرم توتال كالسيوم ليفل من 8.5 ل 10.5. الكالسيوم ده المفروض ان هو موجود، ده السيرم مش التوتال بودي كالسيوم. الموجود الكالسيوم اللي موجود في السيرم هو اللي من 8.5 ل 10.5 مللي جرام بير ديسيليتر، موجود في اتنين صوره، في اونايزد فورم اللي هو الاكتيف فورم، البيولوجيكال اكتيف فورم لكل العمليات الحيويه، المسل كونتراكشن وغيره والنيرف كونتراكشن وغيره، وده بيمثل 45% من التوتال كالسيوم. والنان ايونايزنج فورم اللي بيمثل حوالي 55%، وده اللي موجود في صورتين. 45% منه موجود باوند تو الالبومين اند الاذر بلازما بروتينز، و10% بتعمل كالسيوم كومبلكس في البون في صوره كالسيوم فوسفيت ستريت بايكربونيت، نقدر نقول في صوره بي سي بي سي. لو جينا للحاجات المسؤوله عن الكالسيوم ريجوليشن، فاحنا عشان نحافظ على منتين الكالسيوم فوسفورس ريشيو دايما اقل من 45 وتبقى كونستانت اقل من 54، اسف، ده بيحتاج انتر اكشن بتوين ميني هرمونز وفيتامينز واذر جروث فاكتورز كتيره جدا جدا. بالنسبه لكم لازم تبقوا عارفين ان احنا عندنا الفيري الباراثورمون هرمون، وده الفيري سنسيتيف لان تشينج في الكالسيوم، يعني ده حساس الكالسيوم. مجرد اي تغير طفيف في الكالسيوم او في النقصان على طول اللي بيرسبونس ده هو الباراثورمون هرمون اللي هو بيطلع من الباراثايرويد جلاند. بيشتغل ازاي؟ اي احنا عندنا ثلاث مصادر في الدنيا كلها يدوا الجسم كالسيوم، يا هيجيب من الانتستين فهيعمل ابزوربشن، بس هو ما بيعملش ده دايركت، يعني هو بيزود الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن عن طريق انه بيستيموليت ال1 الفا هيدروكسيليز اللي بيطلع من الكيدني، والوال انفا هيدروكسيليز ده بيحول ال 25 هيدروكسي فيتامين دي الى 21 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول او الكالسيترايول اللي بيعمل الكالسيوم والفوسفراس ابزوربشن. الاكشن بتاعه بقى على البون ان هو بيعمل بون ريزوربشن، وده بيعمله بنفسه او عن طريق فيتامين دي. كمان الكيدني هو بيعمل الكيدني بيزود الكالسيوم لابزوربشن بحاجتين، هو يقدر يعمل ده لوحده وكمان عن طريق اكتيفيشن اوف الفيتامين دي، وبيقلل الفوسفراس ابزوربشن وبيعمل ده لوحده لان فيتامين دي بيزود ايه الفوسفراس ابزوربشن. وعندنا الفيتامين دي سواء كان فيتامين دي 2 او فيتامين دي 10، سواء كان جاي من بلانت اوريجين او من سبكوتينيوس، الفيتامين دي اللي هو الفيتامين دي 3 او الفيتامين دي 2 على حسب كولي كالسيفرول او ارجو كالسيفرول ما بيشتغلش على طول، لازم الاول يتحول ل 25 هيدروكس فيتامين دي فين؟ في الليفر، وبعدين بالوان الفا هيدروكسيليز من الكيدني اللي بيعمل له ستيموليشن البراس هرمون يتحول ل 1.25 داي هيدروكسيكول كالسيفرول اللي هو اسمه الثاني كالسيترايول. وبيشتغل بقى فين؟ في الانتستين على طول، ده المصدر الاولاني، يعمل كالسيوم وفوسفراس ابزوربشن في الكيدني، كالسيوم وفوسفراس ري ابزوربشن. في البون بقى الاكشن بتاعه كومبلكس شويه، يعني في الشخص النورمال الطبيعي اللي هو عنده نورمال كالسيوم نورمال فوسفراس نورمال فيتامينز نورمال هرمونز، ده نقدر نقول في الحاله دي ان فيتامين دي هو بون ريزوربشن وبيزود السيرام كالسيوم، لكن في حالات الريكتس والاستوميليشيا اما بندي كالسيوم هو بيزود الكالسيوم ديبوزيشن في البون، فالاكشن بتاعه على البون هو كومبلكس شويه. كمان الكالسيتريول او الكالسيتون اللي هو بيطلع من برا فلوكرار او من السي سيلز اللي موجوده في الثيرويد جلاند، وده اللي الايفكت بتاعه في الهيومن ليتل جدا، يعني سواء كان ديفيشنت او اكسس، يعني لو لقينا كالسيتون قليل او لقينا كالسيتون كتير ما بنلاقيش مأثر على الكالسيوم والفوسفورس في حاجه، لكن هو له افكت كبير مهم جدا في بعض البيردز، في بعض الفيش، بعض الاسماك والطيور بيبقى له دور مهم جدا. فعلى مستوى البون هو بيزود الكالسيوم والفوسفورس ديبوزيشن، وبعض الناس بتقول ان هو بيزود الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن من الجي اي دي. برضو من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الايونايزد كالسيوم مش على التوتال كالسيوم هي الاسيد بيس بالانس. ففي حالات الاسيدوزز الايونايزد كالسيوم بيزيد، ممكن نلاقي الايونايزد كالسيوم كويس مع ان التوتال بودي كالسيوم قليل. كمان في حالات الالكالوزز بيقل الايونايزد كالسيوم، تلاقي سيفير الكالوزز الشخص الكالسيوم بتاعه نورمال لكنه عنده ممكن يبقى عنده تيتاني، بسبب التيتاني في الحاله دي اللي هو نقص الايونايزد كالسيوم. كمان من ضمن الحاجات اللي اقدر اقولها لكم ان برضو قبل ما يعني ما نخلص الكالسيوم ريجوليشن، ان احنا بنعتبر
ان فيتامين دي ده وجهين لعمله واحده. يعني فيتامين دي ده ككيميكال استراكشر هو فيتامينز، لكن كهرمون كاكشن فيسيولوجيكال افكت نعتبره هرمون، فلو هو وجهين. سندروم او الانفكشن وخصوصا الاتش اي في انفكشن ده الكوزز اوف هايبوكالسيميا وذ لو بي تي اتش. لو انا عندي حاله هايبوكالسيميا وبقيس البي تي اتش اللي هو حساس الكالسيوم لقيته عالي، يبقى ده سكندري ريسبونس، في حاجه عملت نقص في الكالسيوم، مع ان الباراثايرويد جلاند شغاله عارفه تطلع الهرمون لكن مش عارف يشتغل. طب اسباب ده ايه؟ ما يمكن فيه نفسه الباراثايرويد هرمون ده فيه ريزيستنت له، وات از كول سودو هايبو باراثايروديزم، ولسه هشرحها لكم شويه. او ديفيشنت في حاجه زي المغنيسيوم، الهايبو مغنيسيميا ممكن تخلي البي تي اتش موجود بس مش عارف يشتغل، مش عارف يشتغل على الريسبتور بتاعه. طب ايه اللي ينقص الهايبو مغنيسيميا؟ نقص الانتيك صح؟ من النيوتريشن، او نقص الابزوربشن، مال ابزوربشن سندروم، او انكريز اللوس، واحد بياخد ديوريتكس بجرعه عاليه، او حاجه زي في بعض الحاجات هتاخدوها في الرينال الفانكوني سندروم سواء كان كونجينيتال او اكواير. لا مفيش يبقى ده اول حاجه قلناها في الكوزز اوف هايبوكالسيميا وذ هاي بي تي اتش، الباراثايرويد هرمون ريزيستنت. طيب لا مفيش باراثايرويد هرمون ريزيستنت ولا حاجه، امال ممكن يكون ايه؟ احنا قلنا من شويه ان معظم شغل الباراثرمون عن طريق اكتيفيشن اوف فيتامين دي. طب اللي عنده لو عنده فيتامين دي ديفيشنسي او فيتامين دي ريزيستنت، البي تي اتش هيبقى عالي بس مش عارف يشتغل لان معظم شغله عن طريقهم. لا ده الفيتامين دي قيسته لقيته كويس مفيش فيه ريزيستنت، يبقى المشكله فين؟ في الالفا 1 هيدروكسيل اللي هو بيطلع اساسا منين؟ من الكدني. يبقى العيان لو كرون الكدني تزيز تلاقي الكالسيوم قليل والفوسفراس عالي والبي تي اتش عالي وفيتامين دي طبيعي ومفيش فيه اي ريزيست، ليه؟ نتيجه لأ نقص ال 1 الفا هيدروكسيليز. فيبقى اول واحده قلناها باراثيرود هرمون ريزيستنت او فيتامين دي ديفيشنسي او ريزيستنت او كرونيك كيدني ديزيز. لا مفيش حاجات من دي كلها خالص، نفسه ما هوش موجود اللي بتقال عليها بي تي اتش اندبندنت هايبوكالسيم. يعني العيب لا في البي تي اتش ولا في الفيتامين دي ولا في الريسبتور ولا في الكيدني، هو الكالسيوم نفسه اللي قليل. كالسيوم قليل ليه؟ نتيجه ديكريز الانتيك سواء البرونجد مال نوتريشن والستارفيشن او ديكريز الابزوربشن، كل اسباب المال ابزوربشن سندروم، او لوس اوف الكالسيوم من السيركوليشن، واحد عنده اكيوت بنكرياتيتس وحصل كالسيوم سابونيفيكيشن ولوس اوف وابزوربشن اوف الكالسيوم من السيركوليشن، او تيومر لايسيس سندروم بالذات الناس اللي هم بيبقى عندهم هيماتولوجيكال مالجنسي وبياخدوا كيماوي بجرعات عاليه فيعمل زي تيومر لايسيس سندروم ويبدا الكالسيوم يقل والمغنيسيوم يقل والبوتاسيوم يعلى والهايبريوريثيميا وحاجات كتيره جدا، او الالكالوز سواء كانت ريسبيراتوري او ميتابوليك تعمل عن طريق ديكريز الايونايزد كالسيوم. فيبقى دي اسباب الهايبوكالسيميا سواء كانت ويز لو هايبو باراس لو بي تي اتش او هاي بي تي اتش. في دواء انا باخده هو اللي مأثر على الكالسيوم ومخليه قليل، واشهرهم على الاطلاق البون ريزوربشن انهيبيتور اللي هي الادويه اللي بتستخدم في علاج الاوستيوبروز تمنع البون ريزوربشن، وخاصه البيسفوسفونيتس والكالسيتونين. عشان كده ما ينفعش ادي الادويه دي الا لما اتاول اقيس الكالسيوم واقيس الفوسفرس واقيس الالكالين فوسفاتيز واقيس ال 25 هيدروكس فيتامين دي واشوف الدنيا رايحه مني على فين. ما اروحش عشان اعالج العيان من الهي من الاوستيوبروزز ادخله في هايبو كالسيميا. كذلك الفنتوين، مشكله الفنتوين في ايه؟ الفنتوين ده بيمنع تحويل الفيتامين دي لاكتيف فورم، او كمان ممكن يحوله لاكتيف فورم اللي هو ال 24 وال 25 داي هيدروكس فيتامين دي، او يعمل بي تي اتش ريزيست. فالدواء ده الفنتوين بيستخدم في علاج مين؟ السيزر والابليبسي. فما ينفعش اي طفل صغير يجي لي بسيزر او ابليبسي ادي له الانتي ابليبتيك دراجز من غير ما اشوف الكالسيوم اخباره ايه والبي تي اتش والفيتامين دي، عشان اساسا ممكن يكونوا هم اللي قليلين وعاملين له تيتاني، وانا مفكر ده سيزر ادي له فنتوين ازود البله ايه؟ زود البلاطين. بعد كمان الحاجات اللي بتعمل كالسيوم كريشن زي الايديتا والستريت والفوسفيت، اخد باله من الادوال. الايديتا ده موجود في ايه؟ في البلاد، في الاكياس بتاعه البلاد ترانسفيوجن. فلو الدم اتخزن ممكن الايديتا اللي فيه دي تقلل مين؟ تقلل الكالسيوم في السيركوليشن وتعمل له ابزوربشن. او حاجه اسمها كالسيوم ميميتيك. يعني ايه كالسيوم ميميتيك؟ هو احنا سمعنا عن كلمه ميميتيك دي فين؟ في سنه اولى لما كنا بناخد الاوتونوميك نيرفال سيستم وكان يقول لك ايه؟ السيمباثوميميتك والباراسيمباثوميميتك، ويقول لك السيمباثوميميتك اللي هي ايه؟ اللي هي ادويه انا بديها بيبقى لها الفسيولوجيكال افكت بتاع السيمباثيك نيرفال سيستم فيسميها سيمباثوميميتك. امال ايه الكالسيوميميتك ده؟
انا عندي في الخلايا بتاعت البي تي اتش نفسها، يعني الخلايا في الخلايا اللي بتفرز البي تي اتش في الباراثيرويد جلاند، والخلايا اللي بتعمل ابزوربشن للكالسيوم في البروكسيمال كونجكتيف تيبيول فيها كالسيوم سينسنج ريسبتور. مجرد ما يبدا الكالسيوم يعلى في السيركوليشن يعمل استيموليشن للكالسيوم سينسنج ريسبتور اللي موجوده في الباراثيرويد سيل، فيقلل الباراثيرويد سكريشن، ويعمل استيموليشن للباراثيرويد سيل اللي موجوده في البروكسيمال كونفيليت تيبيول، فيقلل الكالسيوم لا ابزوربشن عشان يحافظ على الكالسيوم في السيركوليشن. كالسيوميتك دي مجموعه من الادويه انا بديها عندها الكفاءه انها تستيموليت الكالسيوم سينسنج ريسبتور اللي موجوده في الباراثيرويد جلاند، فيتهيأ للكالسيوم سينسنج ريسبتور ان الكالسيوم عالي لان عملت لها ستيموليشن، فيقوم يقلل مين؟ يقلل البي تي اتش سكريشن. ده بيستخدم في حالات التيرشري هايبر باراثيرويديزم، واشهرهم على الاطلاق اللي هو السينامين السيناكالسيت. يبقى البون ريزوربشن انهيبيتور والفنتوين ادي 2 بي و2 سي، كالسيوم كليتور والكالسيوم ايميتيك والفلورايد بوز. ايه بقى الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الهايبوكالسيميا؟ في اي مانيفستيشن في الاندوكراين لازم تكون نتكلم عن حاجتين، مانيفستيشن اوف ذا ديفيشنت هرمون او ذا ديفيشنت ميتابولايت، ومانيفستيشن اوف ذا كوز. فالمانيفستيشن بتاعت الهايبوكالسيميا بتنقسم لحاجتين، اول حاجه الاكيوت مانيفستيشن اللي هي المانيفستيشن اوف هايبوكالسيميا اتسيلف، وده الباثوفيسيولوجي بتاعها انكريز البريفرال نيورو ماسكولار اكزايتابيلتي اند اريتابيلتي. والمانيفستيشن تظهر في صوره يا ليتنت تيتاني يا مانيفست تيتاني. الليتنت تيتاني يعني تيتاني موجود بس محتاج حاجه تساعده انه يبقى مانيفست، وده بيحصل لما يكون السيرم كالسيوم بتوين كام؟ 7.5 و8، وده اللي هو 3 ساين اللي لازم نعرفهم وما ينفعش ننساهم ابدا، الجوفيستيك ساين او الجوفيستيك ساين اللي هي موجوده في صوره حاجتين، اللي هي الفيشال سايد، ان انا اعمل تابنج كده على الفيشال نيرف ان فرانت اوف ذا اير فيحصل تويتشنج للفيشال ماسك، او على البيرونيال ساين اللي هي تابنج اون ذا بيرونيال نيرف عند النيك اوف ذا فيبيولا فيحصل كونتراكشن اوف ذا بيرونيال ماسك. لكن الحقيقه ان الحاجات دي من السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعتها قليله، الحاجات دي كانوا بيعتمدوا عليها زمان اما ما فيش تحاليل، من التحاليل بتاعت الكالسيوم والاينايز والتوتال مش متوفره، لان الجوفيستيك ساين دي موجوده في 10% من البشر. كمان التروسوساين، التروسوساين ده اللي انا بجيب القف بتاع الميركيريال السفجنومانيمتر وارفع البلاد بريجر فوق السيستول على البريكيال ارتري لاكثر من 3 ل 5 دقائق، فيبدا يحصل ايه؟ كاربال سبازم، ودي السنسيتيفيتي بتاعتها والسبيسيفيتي اعلى شويه من مين؟ من الشوفيستيك ساين. الثالثه بقى اللي ما عادش حد في العالم كله بيذكرها اللي هي الارب ساين، ده ان انا ممكن بكرنت تيار كهربائي اقل من 4 ملي امبير اعمل ايه؟ اعمل ماسل كونتراكشن. مش معقول انا هكهرب واحد يعني عشان اشوف عنده هايبوكالسيميا ولا لا. طبعا احنا كلنا عارفين ان نورمالي لازم على الاقل 8 ملي امبير محتاجين عشان اعمل ماسل ايه؟ كونتراكشن. لو جينا نتكلم على المانيفست تيتاني، المانيفست تيتاني ده بيحصل لو السيرم كالسيوم بقى من 7 ل 7.5، بتلاقي العيان دايما بيشتكي لك من بين اند باراسيزيا في الاكستريميتيز والراوند الماوس. كمان العيان ده يشتكي لك من كاربو بيدال سبازم، سيفير بينفول سبازم في الكاربال اند البيدال ماسل. في الهاند تلاقي عنده ادكشن للصمب وفليكشن للريست والميتا كاربو فالنجيال جوينت وهايبر اكستنشن للانتر فالنجيال جوينت. لو نزلتوا الاستقبال بتاع الطوارئ او البطنه التخصصي وشفتوا شكل الهاند بتاعت العيان عمركم ما هتنسوه. كمان في الفيت بيحصل بلانتر فليكشن ويز انفيرجن، لكن الحقيقه ده مش المصل سبازم الوحيد اللي بيحصل اللي هو البين والباراسيزيا والكاربوبيدال سبازم، لا ده ممكن يحصل اذر مصل سبازم، يعني يحصل سبازم في الاي ليد مصل فيبقى اسمها بليفاروسبازم، او يحصل سبازم في الفيشال مصل فيحصل رايسس سردونيكوس اللي هي بتقال عليها ايه؟ الضحكه الصفراء، او يحصل كونتراكشن في الماستيكيشن مصل فيحصل تريسمس في الجو خلاص بقه قافل مش راضي يفتح، او يحصل لارنجيال مصر كونتراكشن فيحصل لارنجيسمس استريدولاس، او يحصل سبازم في الباك مصر فيحصل اوبوزوتونس بوزيشن. تمام، او يحصل كمان ممكن السبازم يوصل للجي اي تي مصر لسموز مصر، ويحصل كمان في الرينال سموز مصر، ويبدا عندي يشتغل لك من انكس بلين ابدومينال اند رينال كوليك. ولو الكالسيوم قل عن 7 ممكن العنده يخش منك في كونفالشن وسيزر، تقوم انت شاطر تشخصه على ان هو ايبيليبسي، تروح اعطي له فونتوين يروح مزود الهايبوكالسيميا، يروح العيان داخل منك في تيتاني ودين الموضوع ايه؟ يتفاقم ويخش منك في ايه؟
تلتانيك اسبازم رهيب جدا ممكن ندخله العنايه ويتحط على بنج كل خالص عشان يرخى عضلاته. ده اللي هو مين؟ المانيفيست تيتن. دي الفيتشر او الاكيوت مانيفيستيشن اللي هي
كوز ديتكشن. ليه هقيس الانتاكت بي تي اتش؟ لان احنا قلنا من شويه ان حساس الكالسيوم مين؟ البي تي اتش. طيب انا قست الانتاكت بي تي اتش لقيته قليل، يعني فيه هايبوكالسيميا والكالسيوم قليل، والبي تي اتش الباراثيرويد هرمون قليل، يبقى ده على طول بي تي اتش مديني هايبوكالسيميا اللي هي الهايبو باراثيرويدز. لا انا بقى جيت اقيس البي تي اتش لقيته هاي. طب حد قال لي لو نورمال؟ لو نورمال يبقى هو ديفيشن. شوفوا جميع الجايد لاينز كاتبه كده، لو سيرم كالسي وذ نورمال بي تي اتش، لو سيرم كالسي وذ نورمال بي تي اتش مينز بارشيال بي تي اتش ديفيشنسي. ساعه الكالسيوم ما ينقص لازم البي تي اتش يعلى، لو ما هوش قادر يعلى فوق الطبيعي يبقى هو بارشيال ديفيشنسي. طيب انا قست لقيته لو، عرفت ان هو هايبو باراثيرويدز. قست بقى لقيته عالي، يبقى هو مش هايبو، المشكله بعيد عن البي تي اتش، يبقى اروح اجري اقيس مين؟ اقيس فيتامين د، اعمل رينال فانكشن، اعمل اسيد بيس بالانس، اقيس الازر الكترولايت، اسال على الميديكيشن هيستوري اللي يكون بياخد ادويه هي اللي مأثره ايه؟ هي اللي مأثره عليه. طيب انا خلاص عرفت كومبليكيشن، اروح اعمل بقى سيتي برين كده اشوف فيه بيزر جنجيبيول كالسيفيكيشن واظهر برين كالسيفيكيشن ولا لا، اعمل اي سي جي هو هايبوكالسيميا هلاقي باللونج كيو 2 انترفال ولا لا، الاكس راي على البون اشوف فيه استيوبينيا، اشوف استيوسكروز، اشوف كيرياستيز، كل دي حاجات ممكن الاقيها فين؟ ككومبليكيشن. خلاص انا عملت الانفستيجيشن واتاكدت ان انا عندي هايبوكالسيميا ولقيت السبب، ابدا بقى لازم التريتمنت بتاعي يبقى ماشي على حاجتين، مش معقول يكون العيان جاي لي بتتني واقعد افكر هو ايه، استنى بقى مقيس الكالسيوم واعمل كوركشن للالبومين وادور بقى طب هو ناقص فيتامين دي ولا ناقص ولا كرونيك كيدني ديز ولا هو دراج ان، لا انا في حلقه ارجن، انا قاعد في الاستقبال جالي عيان في تتني، الاول اعمل ريليف لتتني اديله مين؟ احنا اللي عندنا ما عندناش كالسيوم كلورايد، احنا عندنا كالسيوم جلوكونيت، فبدي 1 ل 2 جرام من الكالسيوم جلوكونيت بعمل لهم انفيوجن في نورمال سلاين او في جلوكوز 5% على مده 10 ل 20 مللي، اللي هو بيتقال عليها 10 مللي وفي 10% سوليوشن، لان 10 مللي وفي 10% سوليوشن بتاع الكالسيوم فيها 1 جرام ايه؟ كالسيوم، اللي هو بدي 93 مللي جرام اليمنتال كالسيوم. يعني في فرق بين اللي انا بديه وهدي اليمنتال للبودي ايه؟ كام؟ اديته له العيان ما اتحسنش ممكن في خلال من 10 وربع ساعه بعمل له روبيتيشن، فهي دايما بتقال كده 10 مللي اللي هو 1 جرام يعني وفي 10% سوليوشن على مدار من 10 ل 20 دقيقه. طب انا عالجته في الاكيوت اتاك والتتني راحوا بقى كويس، ابدا طيب في الهايبو باراثيرويديزم هعالجه ازاي؟ حد هيقول لي ان انا اديله الباراثيرويد هرمون، برافو عليك ده احسن حل فعلا على الاطلاق ان انا اديله الباراثيرويد، لكن احنا عندنا اولا الباراثيرويد هرمون قليل، كمان دي حقن بتتاخد تحت الجلد او في العضل يوميا، وحقن غاليه جدا ومش متوفره اغلب الوقت، طب انا في الحاله وغاليه جدا مش كل الناس هتقدر عليها ومش موجوده في التامين الصحي، يبقى انا في الحاله دي اعمل ايه؟ اسيب العين يموت؟ لا انا اريح دماغي خالص، انا كده كده في كل الاحوال هدي له كالسيوم طالما هو في هايبو كالسيوم، وادي له اكتف فيتامين د، لان احنا قلنا من شويه ان 90% من شغل الباراثيرويد هرمون عن طريق اكتيفيشن اوف ايه؟ فيتامين د، خلاص انا ادي له اكتف فيتامين دي اللي هو الكالسيتريول، وادي له الكالسيوم، وابدا بعد كده اتابع بالكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم والحاجات دي لحد ما تلاقيها اتحسن، امشيها على الجرعه دي واتابعه كل فتره. الحاجات دي بقى جرعتها قد ايه وحد كام ومحدش كام مش عليكم قوي، تبقوا عارفين ان الهايبو باراثيرويديزم انا مش هعرف اديه البي تي اتش لانه اكسبنسيف، لانه مش متوفر، لانه حقن، لانه بيتاخد تحت الجلد كل يوم، فانا هريح دماغي وحدي الكالسيوم والاكتف فيتامين دي. طيب لو كانت المشكله فيتامين دي ديفيشنسي هديله سواء فيتامين دي 2 او فيتامين دي 3، مش محتاج ان انا ادي اكتف فيتامين دي اديه ليه؟ ده غالي، لكن الفيتامين دي 2 او الفيتامين دي 3 اللي هو الاولجا او الكلوكالسيفرون ده متوفر ورخيص، بدي الاقراص اللي هي ال 50,000 وحده دوليه، 50,000 انترناشونال يونت اورالي وانس ويكلي فور من 8 ل 12 ويك، تمام؟ فبدي ال 50,000 مره واحده في الاسبوع لمده من 8 ل 12 ويك. بعدها بلاقي فيتامين دي ارتفع وبقت نسبته في الدم طبيعيه اكتر من 30، بدا اديله المينتنس دوز فور لايف، يستحسن ادي المينتنس دوز فور لايف، ما سيبوش كده ممكن يبقى عرضه ثاني لنقص فيتامين د،
المينتنس فلوس دي بتبدا من 800 انترناشونال يونت، وممكن توصل ل 1200، وفي بعض الحالات ممكن توصل ل 2000، لكن ما بتقلش عن ايه 800 انترناشونال يونت. طبعا اثناء الاتاك بالذات في اول 3 شهور، اللي هو انا بعالج الديفيشنسي، اللي هو بدي فيها 50000 وحده كل اسبوع، لازم ادي معاها كالسيوم، سواء ادي من 1000 ل 1200 مللي جرام بير دي، تمام، عشان يدي لي اليمنتال كالسيوم من 400 ل 600 مللي جرام اليمنتال كالسيوم بير دي. طب لو العيان في كرونيك كيدني ديزيز، احنا قلنا كرونيك كيدني ديزيز مفيش 1 الفا هيدروكسيليز، فبالتالي هيبقى البي تي اتش عالي، ممكن يبقى فيتامين دي نورمال او واطي او عالي، ما تفرقش معايا، والبي تي اتش مش عارف يشتغل، والعافيه يعمل اكتيفيشن لفيتامين دي، لان ال1 الفا هيدروكسيليز بيطلع من الكيدني ديفيشنت في حالات الكرونيك كيدني ديزيز. فهلاقي العيان ده عنده الكالسيوم قليل، هلاقي الفوسفورس عالي جدا، لان البي تي اتش اللي بيعمل له ديكريز الريابزوربشن من الكيدني مش موجود، وهلاقي العيان ده كمان ايه البي تي اتش بتاعه عالي جدا. انا عامل له اول حاجه خلاص لازم ادي له فوسفات عشان يقلل الفوسفات في الجسم، وادي له كالسي عشان يرفع نسبه الكالسي، وبعدين بعد ما اتاكد ان الفوسفات رجع طبيعي ادي له اكتف فيتامين دي مع الكالسي عشان يعوض نقص مين؟ نقص ال1 الفا هيدروكسيليز. ما هو مفيش فيتامين دي نشط، ما هو البي تي اتش مش عارف ينشط فيتامين دي في كرونيك كيدني ديزيز. طب ليه هاني من الاول ما اديتش اكتف فيتامين دي؟ لان الاكتف فيتامين دي بيزود الفوسفيت ريابزوربشن، وكده كده في البدايه كده اول ما بشوف العيان كرونيك كيدني ديزيز قبل ما يبدا علاج خالص للكالسيوم والحاجات دي بلاقي الفوسفيت عالي، ما هو البي تي اتش مش عارف يعمل ايه؟ ديكريز الريابزوربشن. اتفقنا؟ اتفقنا. كده احنا خلصنا الهايبوكالسيميا والهايبو باراثايرويديزم. اسمها السودو هيبو باراثايروديزم اللي هو البي اتش بي. السودو هيبو باراثايروديزم ده عيان تلاقي الكالسيوم بتاعه قليل، ماشي، الفوسفراس بتاعه عالي، البي تي اتش عالي، الله شكل العيان ده كده كرونيك كيدني ديزيز. ما احنا لسه قايلين شويه من كرونيك كيدني ديزيز، يبقى البي تي اتش عالي والكالسيوم قليل والفوسفراس عالي. اقوم اجي اعمل له السيرم كرياتينين واعمل اشعه كده، الاقي الكلى سليمه، الله ده الكلى سليمه وزي الفل، امال ايه اللي مخلي العيان ده البي تي اتش عالي والكالسيوم قليل والفوسفورس عالي؟ فطلع مصطلح اللي هو السودو هايبو باراثايروديزم اللي هو الاند اورجان ريزيست اللي انا قلت لكم عليها من شويه، ان هو العيان فيه باراثايرويد هرمون ريزيست. المفروض الباراثايرويد هرمون ده بيشتغل عن طريق ستيموليشن اوف الجي بروتين، يقوم الجي بروتين عن طريق الالفا سب يونت بتاعته ياكتيفيت الادينايل سايكليز، والادينايل سايكليز يحول الى اي تي بي يطلع لنا السايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي بقى هو الميديت الاكشن بتاع البي تي اتش. العيان ده استودو هايبو باراثايروديزم بدا يحصل عنده ريزيستنت للبي تي اتش، سواء عند المستوى الريسبتور بتاعه مش عارف ياكتيفيت الادينايل سايكليز، او بياكتيفيت الادينايل سايكليز لكن مش عارف يمسك في الريسبتور اصلا، فبيتقال عليها كده اند اورجان ريزيستنت، يعني ما فيش بي تي اتش ريسبتور لا في الكدني ولا في البول، وهو اوتوزومال دوميننت ديزيز، سواء كان جاي سواء كان ماتيرنال من الام او باترنال. بس السودو هايبو باراثايروديزم بيبقى غالبا ماتيرنال، لان لو باترنال هيخش في سودو سودو زي ما هقول لكم شويه. فهتلاقوه دايما البي تي اتش ريزيستنت دي موجود في هايبوكالسيميا، هايبر فوسفاتيميا، واليفيتد بي تي اتش كونسنتريشن. كمان لقوا ان البي اتش بي اللي هو سودو هايبو باراثايروديزم نوعين، فيه تايب اي وتايب تايب 1 وتايب 2. ايه حكايه بقى ده؟ نتيجه ميوتيشن في الجيناس بروتين اللي هو الجي استيمولاتري بروتين، اللي هو انكودنج الالفا سب يونت اوف الجي بروتين اللي هي هتمسك في البي تي اتش ريسبتور، فبالتالي ما هوش قادر ياكتيفيت الادينايل سايكليز، فالسايكليك ام بي قليل. ولو انت حاطط بي تي اتش من بره جبت حقنه براس هرمون وحقنتها له، هتلاقي برضه اليورينري سايكليك ام بي ريسبونس قليل، هو مش عارف يعمل له ستيميوليشن للادرينال سايكليز. كمان له منه ثلاثه تايب، تايب 1 تايب 1 اي اللي هو فيه كل الهايبوكالسيميك مانيفستيشن، ومعاها كمان في تشارز اوف البرايت هيديتري اوستيودستروفي. الالبرايت هيديتري اوستيودستروفي ده بيبقى فيه شورت ستيتشر، سبكوتينيوس كالسيفيكيشن، اوبيزيتي، راوند فيس، وشورت فورث اند فيفث ميتاكاربال بون. لو عملت كلينش فيت كده هتلاقي عند الصباع الرابع والخامس مفيش في حاجه اسمها ديمبل ساين كده، يعني ما تلاقيش فيه نقطه ساقطه بين الاثنين نتيجه شورت فيف فورث
فورث اند فيفث ميتا كاربال اند ميتا تارسال بون. وبقى وكمان عندهم بيبقى عندهم ديفلوبمنتال ديلي، يعني البرين ديفلوبمنت والسيكولوجيكال ديفلوبمنت بتاعهم ما هوش زي الشخص السليم. دي السب ده السب تايب ايه من تايب 1. كمان في سب تايب بي من تايب 1 في كل الهايبوكالسيميك مانيفستيشن، لكن ما فيش معاه الفيتشر اوف البرايت هيريديتري اوستيودستروفي. وكمان في سب تايب سي اللي ما فيش البي تي اتش نفسه مش عارف يمسك في الريسبتور، يعني هو في النوع اللي قبله لو عارف يمسك الريسبتور مش عارف ياكتيفيت ده، لكن هنا مش عارف نفسه يمسك في الريسبتور، يعني حتى الجيناز بروتين مش عارف يشتغل، وده بيبقى غالبا الفيتشر بتاعته شبه سب تايب اي. سب من السودو هايبو باراثيرويديت برضه ده اوتوزومال دوميننت في كل الهايبوكالسيميك مانيفستيشن، لكن ما فيش فيه الفيتشر بتاعت الالبرايت ريتر والسودوستروفي. وكمان الملوكرال ديفكت بتاعه ما حدش عارفه لحد دلوقتي، يعني ده لو انت اديته حقنه باراثيرويد هرمون هتلاقي السايكل كي ام بي بيزيد واكتر من الطبيعي. اللهم الديفكت فين مش معروف لحد الان. طيب السودو هايبو باراثيرويديزم ده علاجه ايه؟ نفس تيبيكال هو الهايبو باراثيرويديزم، هو البي تي اتش مش عارف يشتغل، هناك كانت بي تي اتش قليل في الهايبو باراثيرويديزم فانا بدي كالسيوم واكتف فيتامين دي، هنا زايد بس زي خيبته يعني ملوش اي لازمه، ما هو مش عارف يشتغل ولا عارف يشغل الريسبتور ولا عارف يشغل الجي بروتين ولا الادرينال سايكليز، فخلاص هعتبره مش موجود برضه وادي لايف لونج كالسيوم وفيتامين دي. حد هيقول لي الفيتشر بتاعت الاربولايت الريتري اوستودوسترا في علاجها ايه؟ مفيش لها اي علاج، من انت لازم كانت عامله ديسفيجر من انت جامد ولا حاجه ممكن ابعته يعمل له ايه بلاستيك سيرجن. ده السودو هايبو باراثيرويديزم حضرتك النهارده اللي هو سودو هايبو باراثيرويديزم برضه ده اوتوزومال دوميننت، لكن ده بيجي من الاب. هي القصه كلها ان في ان المشكله جايه ان اي جين له تو الليل بالذات الاوتوزومال دوميننت، يا اما ماتيرنال الليل جه من الاب يا اما من الام الماتيرنال يا اما ماتيرنال الليل من الاب. لا فالسودو هايبو باراثيرويديزم ده اوتوزومال دوميننت، هي المشكله في الباترنال اللي الباترنالي ترانسميتد ميوتيشن جايه من الاب، فيبقى عنده كل الفيتشر بتاعت الالبرايت ريديتري اوستودستروفي اللي هي شورت ستيتشر وشورت فورث اند فيفث ميتاكاربال اند تارسال بون، الاوبيستي، الراوندد فيس، الديفلوبمنتال ديلي والشورت ايه ستيتشر. اما بقى النورمال ماتيرنال الليل فبتلاقي نورمال سيرام كالسيوم وفوسفورس وبي تي اتش وبي تي اتش ريسبونس والدنيا تمام. طب ده علاجه ايه؟ ملوش اي علاج، ولا العيان في الحاله دي بيحتاج لعلاج خالص لان البلايت ريتر اوستودوستروفي مش محتاج علاج، وسواء كان السودو او السودو فالاثنين اوتوزومال دوميننت ديزيز. لو ماتيرنال ترانسميتد ديزيز فبيدينا السودو هايبو باراثيرويديزم بانواعه المختلفه، لو باترنالي من الاب بيدينا الفيتشر اوف البرايت ريتر اوستودوستروفي لكن ما بيديش معاها حاجه ما بيديش معاها ايه اي هايبوكالسيميك مانيفستيشن، والعيان في الحاله اللي زي دي ما بيحتاجش اي علاج. ونبقى كده خلصنا محاضرتنا النهارده، اتكلمنا عن الكالسيوم هوميوستاسيس النورمال سيرب كالسيوم والهرمونات المسؤوله عن تنظيم الكالسيوم، اتكلمنا يعني ايه هايبوكالسيميا وقسمنا الاسباب بتاعه الهايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا وز لو بي تي اتش يبقى هايبو باراثيرويديزم، او هايبوكالسيميا وز هاي بي تي اتش يعني البي تي اتش عالي وشغال وبيزيد بس ما هوش عارف يشتغل، وقلنا قد يكون هو الريزيستنت السودو هايبو باراثيرويديزم. لو ما في سودو هايبو باراثيرويديزم يبقى هو بيشتغل عن طريق اكتيفيشن اوف فيتامين دي، فاوريدي الفيتامين دي هو ديفيشنت او ريزيستنت. لا ده الفيتامين دي كويس وما هوش ديفيشنت او ريزيستنت، يبقى ال1 الفا هيدروكسيليز اللي بيعمل له ستيميليشن البي تي اتش مش موجود في حالات الكرونيك كيدني ديزيز. طب لو البي تي اتش كويس والفيتامين دي كويس والكدني كويسه والون الفا هيدروكسيلوز كويس، يبقى قلنا المشكله قد تكون فين؟ في نقص الكالسيوم نفسه، سواء كان ديكريز الانتيك او ديكريز الابزوربشن او ديكريز اللوس من السيركوليشن. وبعدين اتكلمنا عن الدراج اندوزد وقلنا لازم اعرفها من الهيستوري واخد بالي كويس جدا جدا من الانتي ايبليبتيك دراجز، مفيش حاجه اسمها طفل يجي له سيزر او اتاك ياخد انتي ايبليبتيك دراجز من غير بيتعمل له كالسيوم وفوسفورس ومغنيسيوم وفيتامين دي وصوديوم وبوتاسيوم عشان اتجنبها. وحتى بعد ما حد الادويه دي لازم كل شويه اتابع الكالسيوم والفوسفورس وفيتامين دي، كالسيوم والفوسفورس وفيتامين دي، وبعد كده بشوف المانيفستيشن سواء كانت في صور التيتاني واشوف الكرونيك مانيفستيشن بالذات بتاعت الهايبو باراثيرويديزم، واخيرا بشخص العيان بعمل كونفيرم للدياجنوز، بعدين اعمل كوز ديتكشن، وبعدين ابدا اعالج العيان على حسب كل سبب علاجه ايه بالظبط. وبعدين اتكلم عرفنا يعني ايه سودو هايبو باراثيرويديزم وسودو هايبو باراثيرويديزم، وان شاء الله تكون كده المحاضره بتاعتي انا الدكتور احمد عبد الحكيم خلصت.
اتمنى اكون قدرت اشرحها لكم كويس وكل حاجه تبقى تمام باذن الله.